جاي يا احمد حامد يعطيك. هنا رقم 89 يا علي. فيتوري. فيتوري. علي 14. نفس المدرسة. اه. يا مسقعين. والله ما بين ارجل. نحن اليوم في موعد جديد مع مسابقة من مسابقات ألعاب القوة ألا وهي العدو الريفي. هذه المسابقة وهذه اللعبة التي تميز بها مكتب النشاط المدرسي على مستوى جيمينس وعلى مستوى البلديات المتقاربة وعلى مستوى ليبيا. فاليوم نحن في موعد مع تتويج أبطال جدد في مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي وكذلك مرحلة التعليم الأساسي بنات. وكانت في جو رائع وجميل كما شاهدت. وهذه مسابقة من ضمن الخطة العامة للنشاط المدرسي في عام 2019-2020. اه تعال.